قال فكانت تلك السنوات السبع من أحسن السنين التي عشتها في حياتي اطمئنانا وراحة بال. قال وتعلمت في هؤلاء البدو الأعراب محاربة القلق. قال هؤلاء لا يحسون بشيء اسمه القلق. لماذا؟ قال لا يرتمي أحدهم في براثن الهم في الحرص على الدنيا. وعندهم كلمة مشهورة، وش هذه الكلمة؟ قال مكتوب، كلما أصابهم شيء من قوارع الدهر قالوا هذا جرى به القلم مكتوب. قالوا هذه الكلمة لا تحملهم على 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 التواكل وعلى عدم مقارعة الخطوب، لكنه الإيمان. قالوا أضرب لكم مثلا، مرة عصفت عاصفة شديدة الحر، قال حتى كد كنت أظن أن شعري سيقتلع من منابته لشدة الحر، كادت الحرارة أن تقودني إلى الجنون. قال فلما زالت العاصفة عمد أولئك البدو إلى صغار مواشيهم فذبحوها قبل أن يقتلها الحر، ثم الباقي ذهبوا به جنوبا جهة الماء. قال فعلوا ذلك في كل هدوء وسكينة، لا ترى منهم لا يرى منهم تبرم ولا تدجر. وقال شيخ القبيلة يقول، وهذا الإنجليزي يقول، وهم يقولون كلمتهم هذه المشهورة قضاء مكتوب. ثم قال شيخ القبيلة نحن بقي لنا شيء، كنا نظن أنه هذه الريح ستذهب لنا بكل شيء، لكن بقي لنا نحو 40% من مواشينا، هذه صالحة لأن نعمل بها ونستنتجها. هو يتعلم هذا الشيء، أننا هذا لا يحدثنا عن العلماء وعن حفظة القرآن وعن المفكرين وعن ملأ الناس عن علية المجتمع، هذو أعراب سكنهم في السحاري، ما أحسنهم قراءة من يعني شيء. ومع ذلك هذه عقيدة المسلم التي يجد بها الراحة، التي يلقى بها ربه مرتاحا. قال ابن القيم كلمة جميلة جدا، يقول في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه قلق لا يرفعه إلا الاجتماع على الله.